الزحمة، الأزمة اللي فضلت ضغط على المصريين بتعطل الشغل وبتأثر بالسلب على أي مستثمر بينقل خامات وبضائع وموظفين، وكانت سبب في كتير من الحوادث وحالات الوفاة. كل محاولات الحلول المؤقتة ما كانش ليها أي تأثير، والزحام بيرجع أكتر من الأول. وكان ده صوتنا في 30 يوم. تم إنشاء طرق جديدة في كل أنحاء الجمهورية وتطوير الطرق الحالية وتنفيذ شبكة هائلة من الطرق والمحاور النيلية والكباري والأنفاق، وده ساعد في إنشاء كبرى المشروعات القومية وقلل الإصابات والوفيات وخلى مصر ترتفع في تصنيف جودة الطرق عالمياً وتصبح عامل جذب للاستثمارات الخارجية. ولسه مكملين. ثورة 30 يونيو، حلم بيتحقق.